دولة عظمى تتعرض لنكبة مرعبة لم تحدث من قبل، أخطر ما توقعته ليلى عبد اللطيف. مرحبا بكم متابعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. تتوقع ليلى أنه للأسف في الفترة القادمة سنكون أمام خطر كبير جدا، وهو أن الأراضي الأمريكية وبعض الدول المجاورة لها ستكون مهددة بوقوع مذنب أو نيزك. آخر شيء أن يكون البيت الأبيض الأمريكي حديث الناس والإعلام لحدث ما بخصوص أمريكا. أيضا تكلمت ليلى على أن دول العالم كلها خائفة من حدوث حرب نووية، أو بمعنى أدق خائفة من حدوث حرب عالمية ثالثة. للأسف الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب مستمرة، وسنشهد خلالها الكثير من التطورات والمفاجآت الصادمة، وأن رقعة هذه الحرب ستتوسع للأسف لدول أوروبية وغير أوروبية. أيضا سنرى إنجلترا والصين في قلب هذا الحدث خلال الفترة القادمة، ونرى الصين تدعم روسيا، وسيكون الرابح الأكبر في هذه الحرب هو الحلف العربي، يعني سيكون حلفا عربيا روسيا وصينيا، وهذا لأن أحد الدول العربية ستشارك بشكل فعال وتدعم الحرب في أوكرانيا. أيضا سنرى أعلاما روسية وصورا للرئيس الروسي بوتين مرفوعة في هذه الدولة العربية. كيف يحدث هذا؟ بصراحة ليس عندي أي علم، لكن أنا أرى أن القوة العالمية في روسيا ستكون بأيدي روسيا والصين من الناحية الاقتصادية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كل الأبواب مشرعة وعلى جميع الاحتمالات. أيضا المشهد الروسي الأوكراني القادم بخصوص الحرب سيشهد الكثير من التغييرات في أساليب القتال، وسنرى مقاومة داخلية أوكرانية، وأيضا شركة تخوض الحرب على الأراضي الأوكرانية، بمعنى أدق أنه ستساند إحدى الدول أوكرانيا ضد روسيا. أيضا بسبب مساندة هذه الدولة ستتخلى أو تجعل مهمة الروس صعبة ومستحيلة. وأيضا سنرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موقف محرج جدا وفي حالة انزعاج شديد خلال الفترة القادمة، وهذا بسبب حدث أمني تكون له تداعيات بارزة ستجعل القيادة الروسية في حالة من الارتباك والتوتر الشديدين في قلب روسيا. وأخيرا نقول أن الحرب هذه ستؤدي إلى وقوع خلافات حادة بين بعض الدول الأوروبية، مع توتر كبير بالعلاقات التي يمكن جدا أن تصل للحدود والمواجهة، وأيضا روسيا لن تكون بعيدة عن هذا الحدث. أيضا تكلمت عن السعودية وقالت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون خلال عام 2022 هو الراعي الأبرز للسلام للدول العربية، بدءا من اليمن وصولا إلى كل الدول العربية التي تعاني من الأزمات والصراعات والحروب، ومنها لبنان. وسنشهد استقرارا أمنيا يبدأ مع اليمن، ويتوسع استعدادا للدخول في مرحلة السلام القادمة بإذن الله. وهنا لا أستبعد أن يكون بن سلمان هو عراب المصالحات ولم شمل الدول العربية والخليجية من جديد، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة كل الصعوبات والأزمات والخلافات الطارئة في الشأن الداخلي والخارجي. المملكة العربية السعودية بما لديها من ثقل عربي ستمتلك مفاتيح كثيرة من الدول العربية، وتكون جاهزة وحاضرة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمساهمة والمساعدة في بدء عمليات البناء والإعمار في هذه الدول التي عانت من ويلات الحروب. أيضا الربيع العربي التي عانت من أشواكه أكثر من دولة عربية، ستتكسر هذه الأشواك قريبا جدا تحت الوزن السعودي خاصة والعربي عامة. وابتدت ليلى عبد اللطيف كلامها عن أمريكا وقالت إنه للأسف الشديد الولايات المتحدة ستكون أمام عدة أحداث ومشاهد صادمة، سواء من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
أمنيا واقتصاديا، أو من خلال نكسة ستكون أشبه بالكارثة الحقيقية، وهو زلزال أو إعصار مدمر سيضرب منطقة شاسعة وكبيرة وستطول أكثر من ولاية. أيضا ستعتبر الكارثة هذه من أكبر الكوارث التي تحدث في تاريخ أمريكا. أيضا سنرى أنظار متعلقة ومشدودة ناحية مياه البحر في حصول هذه الكارثة، بمعنى أدق الذي كنا نراه في الأفلام من كوارث وزلازل وفيضانات يتحول لواقع، وواقع مؤسف جدا. أيضا بعيدا عن السينما والأفلام، أصبحنا نرى أن الأراضي الأمريكية ستكون واقعا مؤلما للكثير من الكوارث والزلازل والأعاصير، وينتج عنه وقوع ضحايا كثيرة. سنرى أناس كثيرون مشردون ونازحون، وسنرى الناس يطلعون من تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة، وسنرى دول العالم تتأهب لتمد أمريكا بمساعدات مادية ومعنوية. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.